أثر على المفرطة والتهور لا زال أحد الأسباب الرئيسية لحوادث السير ببعض المواقع بمدينة ستات. فقد شهدت الطريق الوطني رقم 9 بمدينة ستات المعروفة بشارع الحسن الثاني لدى ساكنة المدينة حادثة سير مروع على مستوى المدخل الشمالي ما بين باحة استراحة إفريقيا وباحة استراحة مكسيكو. تعود فصول الواقعة إلى فقدان شاب كان يقود سيارة خفيفة السيطرة على المقود نتيجة السرعة ليصعد فوق الطوار ويصدم نخلة متسببا في اقتلاعها من جذورها. في السياق ذاته انتقلت العناصر الأمنية لمصلحة حوادث السير وعناصر من السلطة المحلية تحت الإشراف للخليفة الأول لعامل الإقليم وكذا رئيس مصلحة الأحزمة الخضراء لبلدية ستات للوقوف على حيثيات هذه الحادثة التي بات الموقع الذي شهدها يطرح أكثر من علامة استفهام نظرا لتكرار الحوادث في نفس الموقع في عدة حالات. باقي التفاصيل يعرضها لكم طاقم سكوب ماروك بالصوت والصور.